بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة الثالثة في مادة محاسبة المؤسسات المالية للفرقة الثانية، درس خطابات الضمان. خطابات يا جماعة، خطابات الضمان. فهنيجي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم الأول درس خطابات الضمان. درس خطابات الضمان يا جماعة مرتبط بالحلقتين اللي فاتوا، مرتبط بيها بالحلقتين اللي فاتت، لأنهم كلهم بيجوا نظام في سؤال واحد، بيجي لك قيود، كل قيد مختص بذاته لهش دعوة بالتالي. فخطابات الضمان يا جماعة برضو مرتبط بالحلقتين اللي فاتوا، ومرتبط برضو باللي جاي، ومرتبط بيها باللي جاي. تعالوا نتعرف على أقسام خطابات الضمان. خطابات الضمان يا جماعة ليه أنواع، أنواع عمليات، خطابات الضمان. بنقسم الى قسمين يا جماعة او نوعين، بنقسم الى قسمين او نوعين. واحد عملية اصدار خطابات الضمان. يبقى اول حاجة هي عملية اصدار خطابات الضمان. اثنيا عملية انتهاء او انهاء خطابات الضمان. الضمان يبقى يعني اما عملية اصدار خطابات الضمان يعني بداية اول مدة بمعنى صح، وعملية انهاء خطابات الضمان يعني خطابات الضمان انتهت وخلصت، انتهت المدة. هنبدأ ناخد كل وحدة بالتفصيل بإذن الله تعالى. تعالوا ناخدوا عملية اصدار خطابات الضمان، نعمل كده ونقول اول قيد، يعني اولا عملية اصدار خطابات الضمان. عندنا يا جماعة عند موافقة البنك على إصدار خطابات الضمان يتم عمل قيدان. يتم عمل ايه يا جماعة؟ قيدان. يعني الناس تشكل زي كده لما تيجي تكتب في الكشكول او تيجي تذاكر. اول قيد يا جماعة هو القيد النظامي، القيد النظامي. اظن القيد النظامي في ناس كتير حفظته، ولكن كل درس يختلف عن الدرس اللي قبله يا جماعة، علشان محدش يحفظ لي قيد نظامي واحد وخلاص كده انت خلصت كل الدروس اللي جاية الخاصة بالقيد النظامي. كل درس ليه قيد نظامي، بس ممكن بالصدفة الدرسين يكونوا متشابهين مع بعض، ولكن انت تركز على كل درس لوحده، كل درس هي لوحده. تعال القيد النظامي يا جماعة متشابه مع اعتمادات المستندات، متشابه معايا درس اعتمادات المستندات اللي هو الحلقة اللي فاتت. كان هي القيد النظامي كان من حساب التزامات العملاء مقابل، كنا نقول مقابل اعتمادات مستندية صح، هنا هنقول مقابل هي خطابات الضمان. خطابات الضمان، عشان كده بقول لك كل قيد او كل درس لازم تحفظه لوحده، ما ليكش دعوة باللي قبله. الى حساب، كنا نقول الى حساب يا جماعة احنا التزامات البنك مقابل خطابات الضمان. كده نحن خلصنا اول قيد. في مشاكل يا جماعة؟ ما فيش اي مشاكل خالص. تعالوا ناخد تاني قيد. تاني قيد يا جماعة اثنين بيقول لك هي عند
خصم، التأمين، والعمولة من الحسابات الجارية أو نقدا أو الاثنين معا أو الاثنين معا أو يا جماعة الاثنين معا من الحسابات الجارية أو نقدا. دي تفترق لوحديها بس بالخاص بالمدين. يعني ايه خاص بالمدين؟ يعني هتقول لكم كده لوحده، القيد هنا لوحده والقيد هنا لوحده، وهنا اذا كان ده لوحده او ده لوحده، وده هنا الاثنين معا. تعالوا اقول لكم، اكتب لكم المبلغ الاول من حساب. مثلا الحسابات الجارية الدائمة، تمام كده، او الخزينة. يعني في التمرين لو ذكرنا الحسابات الجارية الدائنة بس او ذكرنا الخزينة بس، يبقى انا هستخدم هي من حساب، من حساب الحسابات الجارية الدائنة او الخزينة. الى حساب او الى مذكورين. لو تركزوا يا جماعة، القيود دي احنا اقسم بالله خدناها في الحلقتين اللي فاتوا، فانت ركز معايا علشان لما تيجي تحفظ ما تحفظش كده وخلاص، هتسهل الامور لنفسك. لما تلاقي اتنين متشابهين هتلاقي نفسك سهل انك انت تحفظ. الى مذكورين، ايه المذكورين يا جماعة؟ قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت، قلنا التأمين والعمولة، ولو في مصاريف فيه، ما فيش يبقى خلاص ما فيش مصاريف، فهنا تأمين وعمولة، فيبقى الى حساب. الى مذكورين حساب التأمينات، خطابات الضمان. كنا نقول اعتمادات مستندية، نحن هنا نقول تأمينات خطابات الضمان. حساب العمولة، عمولة خطابات الضمان. ده بالنسبة ده بالنسبة لو جاب الحسابات الجارية الدائنة او الخزينة. طب لو جاب الاثنين معا، نفس القيد اللي معه بس تختلف فيها، قال الاثنين معا، الاثنين هي معا، يعني كل وحدة الحساب لوحده، فيبقى من مذكورين، من مذكورين حساب الحسابات الجارية الدائنة، الحسابات الجارية الدائنة، علشان ما تعرفش كل قيد لوحده يعني وتتعب نفسك، تمام؟ اثنين حساب مين؟ حساب الخزينة. يعني أنا قلت هو قال الاثنين معا، يبقى كل واحد لوحده، كل واحد هي القيد لوحده، حساب الخزينة. طبعا المبالغ هو هيذكرها لك في التمرين، فما انت ما تقوليش أنا هجيب المبالغ زي هذكرها لك في التمرين. إلى مذكورين، من المذكورين اللي هم من تحت يا جماعه، الطرف الدائن زي ما هو مش بيتغير، اللي بيتغير لما يبقوا الاثنين معا او كل حاجه لوحده المدين بس، اما الطرف الدائن بيبقى زي ما هو ما فيهوش اي اختلاف خالص. في مشاكل يا جماعه في القيدين دول؟ ما فيش اي مشاكل خالص. انا بدل ما اكتبه لكم تاني وياخدوا المساحه اللي تحت الفرده دي، انت المفروض تبقى فهمت على طول. الى مذكورين التامينات خطابات الضمان وحساب العمولة خطابات الضمان. في مشاكل؟ مفيش مشاكل. تعال اديكم قانون نجيب بيه عمولة خطابات الضمان. في قانون يا جماعة مهم بتجيب بيه عمولة خطابات الضمان، هنقول عمولة خطابات الضمان بتساوي قيمة خطاب الضمان في المعدل على مي، المعدل على مي في المدة على 12 بيساوي
المدة على 12 دقيقة يا جماعة، لو كان مدي لك مدة في القيد، يعني لو مدي لك قيد أنا هضرب قيمة الخطاب الضمان في المعدل في المدة. طب لو ما كانش مديني مدة يبقى قيمة خطاب الضمان في المعدل بس، في ما فيهوش أي مشاكل يا جماعة. جزء عملية إصدار خطابات الضمان ما فيهوش أي مشاكل، زي ما أنتم شايفين هو جزء صغير جدا، هما قيدين بس. أنت لو حفظت القيدين كده كده القيد الأولاني أنت حافظه من الحلقة اللي فاتت، غير بس مقابل خطابات الضمان مكان الاعتمادات المستندة. القيد التالي برضو أنت خدته قبل كده، فأنت مش هتحتاج مش يعني مش هتشوف صعوبة في الدرس ده. فركزوا معايا واحفظوا كل حاجة بالتفصيل، واكتب بكل حاجة بالتفصيل علشان لما تيجي تذاكر او تحل القيد وانت مش حافظ لسه، يعني بداية حفظك، وتيجي تحل تمرين ترجع للي انت كاتبه، ما ترجعش للفيديو كله وتبدأ تسمع الفيديو من اول وجديد. كده خلصنا اول حاجة وهي عملية اصدارية خطابات الضمان. همسح الكلام ده يا جماعة علشان اشرح لكم عملية انهاء خطابات الضمان. لو ما لحقتش تكتب وقف الفيديو وارجع بيه 5 ثواني او 10 ثواني لورا. وطبعا لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك للفيديو يا جماعة. انا انتم مقصرين معايا خالص والله، ما في يعني قليلين جدا اللي هم بيتابعوا معايا، ولايك للفيديو وكومنتات وكل حاجة، اما في ناس مش بتتابع معايا في الحاجات دي خالص، فياريت يعني انت مش هتخسر حاجة انت بتسمع الفيديو ادوس لايك للفيديو. تمام كده تمام، يعني نحن خلصنا عملية اصدار خطابات الضمان خلصنا. فاضل ايه؟ طيب فاضل عملية انهاء خطابات الضمان. تعال نكتب من هنا على طول، نكتب من هنا على طول. ثانيا عملية انهاء خطابات الضمان. تمام كده يا جماعة، معناها ايه عملية انهاء خطابات الضمان؟ معناها انتهاء المدة. انتهاء ايه المدة؟ طب كم قيد بالظبط؟ 5 قيود. 5 قيود معنا. اول حاجة وهي تجديد خطابات الضمان لفترة جديدة، لفترة جديدة. وتجديد خطابات الضمان لفترة جديدة يا جماعة ليها قيد واحد، اللي هي قيد واحد. القيد يا جماعة بيقول ايه؟ من حساب الحسابات الجارية الدائنة او الخزينة. ده بالنسبة لتجديد الخطاب يا جماعة الطرف المدين، يبقى من حساب الحسابات الجارية الدائني أو الخزينة على حسب المعطل في التمرين، على حسب المعطل في التمرين. اثنيا إلى حساب ايه بالظبط؟ عمولة تجديد خطابات الضمان. وعلشان اجيب العمولة يا جماعة نستخدم القانون اللي انا كتبته لك على السبورة دلوقتي، اكتبه لكم علشان اذكرك. نستخدم القانون السابق دي علشان اذكرك انك انت العمولة تجديد الخطابات الضمان دي انت هتجيبها من القانون اللي انا شرحته لك دلوقتي. كده خلصنا يا جماعه، خلصنا اول قيد. بالنسبه لعمليه انهاء خطابات الضمان يا جماعه كلها ليها 5 قيود. ليها كم قيد؟ ليها 5 قيود. خدنا اول قيد، في يبقى فاضلين معانا كم قيد يا جماعه؟ فاضلين معانا 4 قيود. الاربع قيود متقسمين الى نوعين، اثنين اللي هو النوع الثاني، ده النوع الاول يا جماعه هو تجديد خطابات الضمان لفتره جديده. النوع الثاني هو وفاء العميل بالتزاماته للمستفيد، وهنا يتم
إلغاء خطاب الضمان ورد قيمة التأمين للعميل. يبقى النوع الثاني وفاء العميل بالتزاماته، يعني العميل يا جماعة يبقى وفي في التزاماته وشغله للمستفيد، وهنا يتم إلغاء خطاب الضمان ورد قيمة التأمين للعميل. رد قيمة هي التأمين للعميل. تعالوا نشوف القيود يا جماعة. عندنا أول قيد ليه للنوع ده، يعني أول قيد هو إلغاء القيد النظامي. إلغاء القيد النظامي، طبعا هو قال لك يتم إلغاء خطاب الضمان. طالما قال لك إلغاء خطاب الضمان معناه إلغاء القيد النظامي. هنعمل ايه يا جماعة؟ الغاء القيد النظام علشان نعمل الغاء قيد النظامي، هنعمل قيد عكسي للقيد النظامي. قيد عكسي للقيد النظامي يعني المدين دائن والدائن مدين. كان في المدين هنا هي من حساب، اللي كان في الدائن في القيد النظامي كان ايه يا جماعة؟ اللي هو الى حساب التزامات البنك. هنا هيبقى من حساب التزامات البنك. الناس اللي عارفه القيد النظام القيد العكسي هتبقى مرتاحه خالص معايا، ومش هتخسر اي حاجه خالص، وهتبقى سهله كل حاجه. اما الناس اللي مش عارفه القيد النظامي يا جماعه والغاء القيد النظامي، لو عايز الغي قيد اي قيد في الدنيا عايز الغيه، هعمل له قيد عكسي، يعني هشقلبه بمعنى صح. المدين هيبقى دائن والدائن هيبقى مدين. من حساب التزامات البنك مقابل خطابات الضمان إلى حساب التزامات العملاء مقابل خطابات الضمان. ونزل المبلغ. ونزل ايه؟ المبالغ. في مشاكل؟ مفيش اي مشاكل. دي يا جماعه دي الغاء القيد النظامي، اللي هو الغاء خطاب الضمان. الغاء ايه؟ خطاب الضمان نفسه. بعد كده القيد الثاني، قلنا النوع ده يا جماعه ليه قيدين، اللي هي قيدين، وفي قيد ده ويبقوا ثلاثه، يبقى فردين قيدين. ناخذ القيد الثاني. القيد الثاني يا جماعه اللي هي ايه؟ رد قيمه التامين. رد قيمه التأمين للعميل. يعني انا بجيب كل قيد لوحده يا جماعه، بمعنى ان انا مش بجيب حاجه من عنده. ادينا اول قيد ده هو الغاء خطاب الضمان من الكلام نفسه او من الشرح نفسه، ورد قيمه العميل التأمين العميل برضو من الشرح نفسه. يعني انا مش بجيب قيود من عندي ولا بحفظ وانزل على السبوره وخلاص، على كل حاجة بجيبها من هي؟ بجيبها من الشرح نفسه. رد قيمة العميل، رد قيمة التأمين للعميل يا جماعة ليها دائن ومدين بس، اللي هو من حساب تأمينات، من الاسم بتاعها يا جماعة تأمينات خطابات الضمان إلى حساب الحسابات الجارية الدائنة أو الخزينة، أو يا جماعة أو الخزينة، وننزل المبالغ. لو تركز في القيد علشان تقدر تحفظ يا جماعة، لو تركز في القيد هتلاقي قيد عكسي لتجديد خطابات الضمان للفترة الجديدة، اللي هو قيد عكسي. بدل من الحسابات الجارية الدائنة هتبقى إلى حسابات الجارية الدائنة، بس بدل إلى حساب عمولي أنت هتخليها تأمين، هتخليها هي تأمين. كده يا جماعة كان النوع الثاني هو وفاء العميل بالتزاماته، وهم قيدين الغاء القيد النظامي ورد قيمة التأمين للعميل. تعال معانا النوع أخير، هو النوع الثالث، نوع أخير وهو النوع الثالث. تعال ندي في المساحة دي، وبعد كده امسح الكلام ده واكمل الباقي. تلاتة،
ده كان واحد وده كان اتنين وده هيبقى التالت. عدم وفاء العميل بالتزاماته للمستفيد يتم، وهنا يتم إلغاء خطاب الضمان ودفع قيمة خطاب الضمان. هنا كان رد وهنا كان هي دفع. فطالما دفع يبقى دفع الى ما يبقى القيودية هتتعكس شوية، القيودية هتتعكس شوية. تعالوا نكتبوا اول قيد هنا، عدم وفاء العميل بالتزامات للمستفيد، هنا يتم الغاء خطاب الضمان. هنعمل برضو الغاء قيد النظامي، يبقى هنعمل الغاء القيد النظامي. الغائية القيد النظامي، تعال نلغي القيد النظامي ده، ما هيبقى نفس القيد دي، نفس هي القيد اللي فوق، اللي هو يبقى من حساب التزامات البنك مقابل خطابات الضمان إلى حساب التزامات العملاء مقابل خطابات الضمان. ونزل المبالغ، ونزل هي المبالغ. في مشاكل يا جماعة لحد الوقت دي بالنسبة لأول قيد، هو يتم إلغاء خطابات الضمان، وبعد كده هنعمل ايه؟ دفع قيمة خطاب الضمان. هنمسح الكلام ده علشان ابدا اكمل لكم الباقي. يبقى اول حاجه كان القيد الاول الغاء القيد النظامي يا جماعه. نكمل من جديد. القيد الثاني يا جماعه قلنا هي دفع، نكتب كده على جنب، دفع قيمه خطاب الضمان للمستفيد. لمين؟ للمستفيد. وهنا نكون أمام ثلاث أو ثلاث احتمالات. يبقى دفع قيمة يا جماعة باقي النوع الثالث، دفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد. وهنا نكون أمام ثلاث احتمالات. ثلاث احتمالات يعني عندنا ثلاث قيود. أنت هتجيلك قيد، هتستخدم قيد واحد بس، تستخدم مية قيد واحد بس. تعال نستخدم أول احتمال. أول احتمال هيقابلني وهو قيمة التأمين تساوي قيمة الضمان. قيمة التأمين يا جماعة تساوي قيمة الضمان. هيبقى القيد من هنا يا جماعة من حساب، من حساب تأمين، عشان هو من اسمه يا جماعة قيمة التأمين، يبقى من حساب هي تأمين خطاب الضمان إلى حساب، إلى حساب مين؟ الحسابات الجارية الدائنة
أو الخزينة. تعال نكتب ملحوظة بين قوسين المستفيد. يبقى دي يا جماعة ده المستفيد اللي هو الطرف الدائم. ده بالنسبة لأول احتمال. تعال نروح لتاني احتمال. تاني احتمال هو قيمة التأمين أكبر من قيمة الضمان. هيبقى القيد من ايه يا جماعة؟ من حساب تأمين الخطاب. تعال نكتب هنا نعمل المبالغ هنا. من حساب تأمين خطاب الضمان ننزل المبالغ في المدين، وبعد كده إلى مسكورين. إلى مسكورين، يا ترى مين المسكورين؟ حساب الحسابات الجارية الدائنة أو الخزينة. ده إيه يا جماعة بين الملحوظة؟ ده المستفيد. ده إيه؟ ده المستفيد. وبعد كده حسابية تانية، تعال ننزل المبالغ. حساب الحسابات الجارية الدائنة أو الخزينة. إيه ده؟ هو القيد بيتكرر، نفس القيد بالظبط. أقول لك نفس القيد بالظبط، بس هنا الأولاني كان المستفيد، التاني هيبقى إيه؟ العميل الباقي. العميل الباقي. القيود دي زي ما قلت لكم يا جماعة حفظ، يعني ما ينفعش تقول لي ده التعية وده التعية. ده ليه معنى تاني، وهو المبالغ هتنزل تحت المستفيد. أما القيد التاني هيبقى للعميل الباقي. العميل إيه؟ الباقي. ده بالنسبة للاحتمال التاني. تعال نروح للاحتمال الثالث والأخير، هو قيمة التأمين أقل من قيمة الضمان. تعالوا يا رب تكفي المساحة الصغيرة دي. من هتبقى يا جماعة من مسكورين حساب تأمين خطاب الضمان، وتنزل مبالغ في المدين، وبعد كده حساب الحسابات الجارية الدائنة وهو ايه؟ العميل او الخزينة. وهنزل المبالغ هنا، بس في ملحوظة اللي هي حساب الحسابات الجارية الدائنة او الخزينة هيبقى يا جماعة هيبقى العميل الباقي. العميل الباقي. واقفل الملحوظة واقفل القوس، وبعد كده الطرف الدائن هو الى حساب الحسابات الجارية الدائنة او الخزينة. طب في ملحوظة برضو هتبقى ايه يا جماعة؟ هتبقى طبعا في ناس هتقول لي المستفيد، هقول له عليك برافو. الناس اللي مركزة معايا وركزت في القيد الثاني الاحتمال الثاني ركزت معايا في ده اللي هو ايه؟ المستفيد.
كده خلصنا يا جماعة درس خطابات الضمان بالكامل، خلصنا ايه بالكامل. بالنسبة للتمرين، التمرينات سهلة يا جماعة وبسيطة وما فيهاش اي صعوبة خالص. تعال اشوف لكم تمرين وتحلوه انتوا واجب، ولكن تركز معايا في السؤال او التمرين نفسه. همسح الكلام ده، يا ريت الكل يكون كتب كل كلمة انا كتبتها على السبورة. قلنا عملية إصدار خطابات الضمان يا جماعة كم قيد؟ قيدين بس لو انتوا فاكرينهم يعني. تعالى ندي امتحانات ونجيب امتحان 2015 برضو لحد ما نخلص يعني السؤال في الامتحان 2015. طيب محاسبة المؤسسات المالية، خدنا الحلقة الأولى بلغت الإيداعات، وخدنا نفذ البنك أمر التحويل، وخدنا الفوائد، وخدنا قام البنك بفتح اعتماد في الحلقة الثانية، واصدار البنك خطاب الضمان. اصدار البنك خطاب الضمان اللي هو القيد الخامس بيقول لك اصدر البنك. طالما اصدر يا جماعة يبقى هتحل بعملية الاصدار، هتحل بيها بعملية الاصدار. اصدر البنك خطاب ضمان بمبلغ 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه يعني اول قيد اللي هو القيد النظامي هينزل فيه 5 مليون جنيه يا جماعة، بناء على طلب شركة الندب بعمولة 1%، 1% من 5 مليون. ركز معي، والمدة 6 شهور. يبقى انت علشان اجيب العمولة انا هقول ايه عمولة خطاب الضمان القانوني اللي انا كتبته لك بيساوي قيمة خطاب الضمان اللي هي 5 مليون في المعدل اللي هو واحد من مية، وبعد كده ايه لمدة 6 شهور يعني 6 على 12 هيدي لك ايه، هيدي لك العمولة. ده بالنسبة للعمولة. وبغطاء 90%. الغطاء يا جماعة هو التأمين، لان القيد التاني انت هتحتاج تأمين، تأمينات خطاب الضمان وعمولة خطاب الضمان. يبقى العمولة جبناها بالقانون، والغطاء جبناها برضو على طول النسبة مئوية هي 5 مليون في 90% على طول هيدي لك ايه التأمين. وبعد كده وتم خصم القيمة والعمولة من الحسابات لدي البنك. الحسابات هي لدي البنك يعني هيبقى من حسابات الجاري الدائنة، من الحسابات الجارية الدائنة. كده خلصت القيد، يعني هم قيدين بس انت تعملهم، هتعمل قيد نظامي وهتعمل القيد التاني اللي هو في الخصم. في صعوبة يا جماعة؟ ما فيش صعوبة خالص عشان ما اطولش عليكم. ولو انتوا انا سامع ناس تقول يا ريت تحلوا، طب حاضر انا هحله لك مش هاخد معايا وقت خالص. تعال نحله مع بعض، نسيب الدليل على جنب، يا ريت انت يكون معاك الدليل، لانه انا وبحل تبقى انت شايف في الدليل عندك انا بقول ايه. ترى القيد الخامس معقول ان يا جماعه بفتح اعتماد مستندية اصدر البنك خطاب ضمان، اصدر ايه الخطاب. تعالى طالما قال لي اصدر، انا هرسم جدول قيود يوميه لو انا بحل يعني في كشكول ولا بحل في الامتحان، هرسم قيود يوميه ومش هقول القيد النظامي، مش هقول واحد القيد النظامي، هحل على طول القيد النظامي. لما هاجي احل هحل القيود على طول، هحل ايه القيود على طول. هقول ايه من حساب، من حساب التزامات العملاء، القيد النظامي التزامات العملاء، الغاء القيد النظامي التزامات البنك، التزامات العملاء مقابل مقابل خطابات الضمان. ما تذكرون يا جماعة شوية، مقابل خطابات الضمان إلى حساب، نفس الكلام التزامات البنك مقابل خطابات الضمان. أظن إنه ما فيش أي حاجة صعبة خالص. المبلغ اللي هو أصدر البنك خطاب ضمان بمبلغ 5 مليون، ينزل 5 مليون زي ما هو 5 مليون. يبقى القيد النظامي يا جماعة بينزل المبلغ الكبير فيهم اللي هو أكبر مبلغ الخاص أصلا بالدرس، إذا كان اعتماد مستندية أو خطابات ضمان أو أي درس، القيد النظامي بينزل المبلغ الكلي، المبلغية الكلي. تعال ناخد القيد الثاني، ده بالنسبة للقيد الأول، ده القيد الأول هو القيد النظامي. تعال نحل اللي هو عند خصم التأمين والعمولة. اثنين عند خصم
التأمين والعمولة. تعالى كده، قلنا لما تيجي تحل في الامتحان مش هتكتب الكلام بالأزرق ده، انت هتعمل قيود، هتكتب القيود بس، القيود بس، من وإلى، من وإلى، من وإلى بس، خلاص؟ خلاص. تعالى نكتب عند خصم التأمين والعمولة، هنقرأ التمرين لحد الآخر. هيقول لنا 5 مليون بناء على طلب الشركة الندب وعمولة 1% لمدة 6 شهور وبغطاء 90% وتم خصم القيمة من والعمولة من حساب الشركة لدي البنك. يبقى هيبقى من حساب الحسابات الجارية الدائنة. كم المبلغ الكلي اللي هو 5 مليون؟ هيتقسم منه إلى مذكورين، اللي هيتقسم يا جماعة إلى مذكورين، حساب تأمينات أو تأمين خطاب الضمان، وحساب عمولة خطاب الضمان. بالنسبة لتأمين خطاب الضمان هو قال لي كام؟ قال لي 90%. أنا معايا الحسبة على طول، هقول 5 مليون في 90%، هيطلع لك كام؟ ب4,500,000. هقول 4,500,000. في مشاكل؟ مفيش أي مشاكل خالص. بالنسبة للعمولة ده ليها قانون، القانون كان بيقول إيه؟ تعال نكتب القانون كده، عمولة خطاب الضمان بيساوي، كان بيساوي قيمة خطاب الضمان، قيمة خطاب الضمان اللي هم كام؟ 5 مليون، اللي هو المبلغ الكلي يعني 5 مليون في المعدل. هو مديني المعدل كام في التمرين؟ مدوني 1%، 1%، 1% يا جماعة مش 100%، تمام؟ الفي تفرق عن المدى. بعد كده في المدة، المدة هو مدالي كم شهر؟ 6 شهور، 6 على 12. ليه 12 يا جماعة؟ 12 دي ثابتة. ليه ثابتة؟ لأن السنة يا جماعة بتتكلم عن هي السنة، السنة اللي هي كام؟ 12. تعال نحسب بالآلة الحاسبة على طول، اللي هم 5 مليون في 1% في 6 على 12. تعال نكتب بالتفصيل يا جماعة، ما تكتبش كده وخلاص، يعني زي ما في علامة قسمة شرطة كده هتعملها في الآلة الحاسبة شرطة برضو زي كده، ما تقول الستة، ما تقول الستة على 12، لا انا زي ما اعمل لك شرطة بالقسم كده تعملها نفس الكلام بالظبط. بعد كده اروح بالجنب وروح حاسب، تطلع بكام؟ ب25,000. 25,000. تعالى بالنسبة لتسرع المبلغ بتاع الحسابات يا جماعة الجارية الدائنة، مش هننزله غير لما نخلص هي التأمين والعمولة. كم ضلع العمولة الخطاب يا جماعة؟ ب25,000. 25,000. تعال نجمع الطرف الدائن علشان هيساوي المدين، هيساوي المدين معانا 4,500,000 و25، يبقى المبلغ الكلي 4,525,000. كده خلصنا التمرين يا جماعه، كده خلصنا القياد. القياد سهل وما فيهوش اي صعوبه. تركزوا يا جماعه، ما تنزلوش الحسابات الجاريه الدائن، ما تنزلوهاش غير لما هي لما تخلص الدائن الاول، تخلص الدائن بعد كده تنزل هي المدين، المبالغ بتاعت المدين. كده خلصنا القيد. اتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم جميعا. ما تنسوش لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه، فعل الجرس، لايك للفيديو، شير البوست او الفيديو عامه لكل اصحابك في المعهد علشان الاستفاده توصل للكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.